عارف بقى المسلسلات الطويلة واللي كمان ما فيش ممكن دلوقتي لكن تتعرض عليها، ما دام النجاح ده بيتحقق في الماضي ما بيكملش طول السنة كده. اسألي المنتجين، اسأليني أنا. يعني أنا منى عيني حضرتك، احنا أيام ليالي الحلميه وام كلثوم ولن اعيش في جلباب ابي والشهد والدموع وذئاب الجبل وبوابه الحلواني والفوازير وي 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 كنا بنشتغل طول السنه. انا كنت بشتغل عمل واتنين واعمل مسرح بالليل، عمل ده يفيد ادخل في اللي بعده، ده يفيد ده يكون خلص امسك في اللي بعده. كنا بنعمل لنا خمس ست مسلسلات الساعه 7 كل ساعه، يعني طول السنه. طول السنه كان في شغل، في شغل. لدرجه ان احنا ما كناش بنعرف نصلي. انا مثلا انا واولادي وجوزي صيفنا مع بعض مرتين في الحياه دي كلها، لانه يا انا مشغوله هو مشغول، يا انا مش عارفه ارتب مواعيدنا مع بعض، يا اولادي بقى بيطلعوا مع ماما وبابا وحماتي وحمايا يصيفوا، لان كنا طول السنه في شغل. دلوقتي فكره السيزون ده بتاع رمضان مساله قاتله. رجعوا تاني بقى للفكره اللي انت بتقولي عليها، فكره سموه بره السيزون، معرفش الاختراعات دي مين، التسميه دي كانت منين يعني برضو. وبالتالي العمل لانه بقى بيتعرض لوحده فبقى بيحصل الراو او البومنج او نسبه المشاهده بتاعه زمان. ان احنا كان في مسلسل الساعه 7 على القناه الاولى، مسلسل الساعه 8 على القناه الثانيه، ودمتم. فكان الوطن العربي باكمله ينتظر ويشاهد هذا العمل. فتلاقي منال سلامه طلع في ليالي الحلميه 200 مليون عربي عرف منال سلامه. اقول لك على حاجه، الجيل بتاع دلوقتي مسكين فعلا.